بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والزملاء من مختلف التخصصات الصحية، نرحب بكم جميعا في المؤتمر الأول لعلاج الأورام بالأشعة في المملكة العربية السعودية، والذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بالتعاون مع سارو، وذلك في يوم 6 أكتوبر لعام 2018 بفندق المريديان في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية. سارو هي المجموعة السعودية لعلاج الأورام بالأشعة، وهي مجموعة عمل تعمل تحت مظلة الجمعية السعودية للأورام، تأسست لتكون المظلة العلمية التي تجمع المختصين والمهتمين بتخصص العلاج الإشعاعي وعلاج الأورام بالأشعة في المملكة العربية السعودية. بدأت الجمعية السعودية أو المجموعة السعودية للعلاج الأورام بالأشعة في عام 2018، فهي جمعية حديثة وتجمع جميع المختصين والمهتمين بعلاج الأورام بالأشعة في مختلف مستشفيات المملكة العربية السعودية. ويعتبر هذا الملتقى هو الملتقى الأول للمجموعة السعودية لعلاج الأورام بالأشعة، وهو أيضا باكورة فعاليات هذه المجموعة، والتي نهدف منها ليس فقط تطوير وتدريب العاملين في هذا المجال، ولكن أيضا لنشر الوعي عن ماهية العلاج بالأشعة بين جميع التخصصات الصحية، والإشارة إلى التطور الملحوظ في هذا التخصص في السنوات الأخيرة. سيركز هذا الملتقى على بعض المواضيع المهمة في علاج الأورام بالأشعة لأورام الثدي وأورام القولون والمستقيم، كما سيركز أيضا على آخر التطورات والتوصيات العالمية لعلاج الأوليغوميتاستيك ديزيز، واستخدام التقنيات الحديثة مثل تقنية ستيريوتاكتيك بادي راديوثيرابي لعلاج الأورام المنتشرة بالكبد، وعلاج الأورام في ذات المراحل الأولية لأورام الرئة. أتشرف بالنيابة عن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وعن المجموعة السعودية لعلاج الأورام بالأشعة بدعوة جميع المهتمين بعلاج الأورام بالأشعة من أطباء وفنيين وتمريض وجميع المراكز البحثية إلى حضور الملتقى الأول لعلاج الأورام بالأشعة في المملكة العربية السعودية، والمقام بمشيئة الله في فندق المريديان بمدينة الخبر يوم 6 أكتوبر 2018. نراكم على خير إن شاء الله، ونتشرف بحضوركم جميعا. دكتور إبراهيم بن محمد العتين، استشاري علاج الأورام بالأشعة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ورئيس الملتقى الأول لعلاج الأورام بالأشعة.